بداية في إطار أحياء اليوم العالمي للسياحة المصادف ليوم أمس 27 سبتمبر 2021، وتحت إشراف السيد والي الولاية، نظمت مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية سعيدة فعالية الاحتفال بهذه المناسبة بفندق الفرسان بمشاركة المديريات والهيئات والمتعاملين في القطاع السياحي ومدير الفرسان. من بين أهداف هذه التظاهرة التعريف بدور السياحة في تحقيق التنمية المستدامة وإبراز الإمكانيات السياحية بالولاية، خاصة السياحة الحموية، وتشجيع السياحة الداخلية، وتفعيل دور قطاع السياحة في النشاط التضامني. المراسلة لبدر الدين تيفون. السلام عليكم. نشكر قناة الأجواء لتغطية هذا الحدث. معكم مدير الفندق الفرسان بولاية سعيدة السيد بوطالب عبد القادر. بمناسبة اليوم العالمي للسياحة تحت شعار السياحة لتحقيق نمو شامل، وتحت الرعاية السامية للسيد والي ولاية سعيدة، وتنفيذا لتعليمات السيد المدير العام لمؤسسة تسير السياحي بتلمسان حول التسير الحسن للفندقة والسياحة، أشرفت اليوم السلطات المحلية الفندقة الفرسان شاركنا في هذا المعرض في التسير الحسن للمؤسسة، وكما نحن حارصون من أجل النهوض بسياحة التي سوف تكون مكمل للسياحة الحموية بولاية سعيدة إن شاء الله. نحن كوكالة رفاس للسياحة والأصفر شاركنا في هذا اليوم العالمي للسياحة، وقمنا بتأطير برنامج لدورة المرشد المحترف في الحج والعمرة، وكانت مشاركة عدة ولايات. بن سعود محمد، مدير السياحة والصناعة التقليدية لولاية سعيدة. في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسياحة المصادف لل 17 من كل سنة، والذي كان شعاره هذه السنة السياحة لتحقيق نمو شامل، تم تنظيم هذه التظاهرة أو إحياء هذه التظاهرة على مستوى الولاية بإقامة معرض خاص بالجانب السياحي والصناعة التقليدية. قام قطاع الثقافة لولاية سعيدة بالتنسيق مع قطاع السياحة في معارض بهذه المناسبة لإحياء هذه الذكرى، وكذلك من خلاله قدم قطاع الثقافة كل الموروث الثقافي المادي واللامادي. تشارك الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في هذه التظاهرة بمختلف بمستفيدين من جهاز القرض المصغر مختلف النشاطات. السيدة كحلولة مريم، مديرة غرفة التجارة والصناعة سعيدة العقبان. اليوم كهيئة وزارة التجارة أنا متواجدين بفندق الفرسان للمشاركة في اليوم العالمي للسياحة، ورانا مع حضور السلطات. إسماعيل، مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية سعيدة. مشاركة غرفة الصناعة التقليدية في اليوم العالمي للسياحة هي مشاركة عن طريق يعني حرفيين يمارسون مختلف النشاطات، وخاصة النشاطات التي ينتج صاحبها تحف فنية